خلونا نروح نتعرف على الأخبار الخدمية اللي شهدتها المحافظات. نبدأ من محافظة الدقهلية اللي بتعلن عن تشغيل الطفطف بالسنبلاوين لخدمة المواطنين في المنيا. تم تقديم 1527 خدمة، وده كان خلال 3 قوافل بيطرية مجانية شاملة يا بسنت. أما في بني سويف فتم افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الصدر. كمان افتتحت محافظة سوهاج مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا الجديدة. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، من بينها أن محافظة الدقهلية أعلنت بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للطفطف بمدينة السنبلاوين كوسيلة نقل داخلية داخل المدينة، وهتكون الأجرة 3 جنيه موحدة، وهيتم عمل كارنيه اشتراك شهري لطلاب المدارس والجامعات وأسرهم بقيمة 50 جنيه فقط في الشهر، على أن يتمتع بهذه الميزة من يحمل الكارنيه سواء كان الطالب أو أحد أفراد أسرته دعماً لهم. افتتحت محافظة بني سويف وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الصدر، وده ضمن خطة وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات النوعية بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى. افتتحت محافظة سوهاج مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا الجديد، وبيقع المبنى الجديد بجوار المبنى القديم أمام مستشفى طهطا العام، وبتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 930 متر مربع، وبيتكون من 5 أدوار. تكلفة إنشاء المبنى حوالي 28 مليون جنيه. نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا 3 قوافل بيطرية علاجية مجانية شاملة ضمن خطة تكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية. وقدمت القوافل خدمات بيطرية علاجية مجانية من خلال فرق التحصين، وتم تقديم الخدمة البيطرية لعدد 1527 حالة. أعلنت مديرية العمل في الأليوبية توفير 138 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية اللي أعلنتها المديرية مؤخراً لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وده ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وبدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة، وبيستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة. أعلنت محافظة مطروح تنظيم 3 قوافل طبية مجانية بمدن مرسى مطروح والضبعة وبراني خلال الفترة من 11 ل 13 أكتوبر الجاري، وهيتم تنفيذ القافلة الأولى يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري بمدينة سيدي براني، والتانية يوم السبت الموافق 12 أكتوبر بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، والقافلة الثالثة يوم الحد 13 أكتوبر بمستشفى الضبعة المركزي. أعلنت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شارع المصيف بمركز أدكو، وجرى الانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية بطول 2 كيلومتر وبتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه ضمن جهود محافظة البحيرة لتحسين البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق بما يضمن سلامة المواطنين وتسهيل حركة المرور. أكدت محافظة أسيوط تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المرسى السياحي اللي بيمتد بطول 500 متر على نهر النيل ضمن خطة المحافظة لتطوير المراسي السياحية لتعظيم الإمكانيات المتاحة بها لتحقيق التنمية السياحية وتحقيق عوائد اقتصادية للمحافظة.